كيف أقضي على الخوف؟ الإسلام لا يوجد فيه خوف. الإسلام أكبر بكثير من المخاوف، لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة علمنا طرق لعلاج الخوف. أقصى درجات الخوف تكون عندما يموت الإنسان، تنزل الملائكة على المؤمن لتقول له ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لذلك هذه المخاوف تتلاشى لحظة الموت، ولكن في الدنيا المؤمن لا يخاف، إنه لا يخاف لدي المرسلون، صحيح. وبالتالي أخي الحبيب، القرآن يعلمنا ثقافة عدم الخوف. عندما نقرأ آيات القرآن، القرآن لماذا أنزله الله لنا؟ لكي نتجنب المخاوف ونعيش حياة مطمئنة. يعني خذ هذه الآية مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ماذا؟ بأحسن ما كانوا يعملون. إذن في الدنيا حياة طيبة خالية من المخاوف. أنا أستطيع أن أقول لك باختصار، إذا أردت أن تقضي على الخوف عليك أن تلتزم بتعاليم القرآن، لأن كل معلومة في القرآن فيها قضاء على الخوف. مثال، عندما تؤمن بالله وتثق أن الله هو المسيطر على الكون، وتثق أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، ما الذي يحدث؟ تتلاشى مخاوفك من غيره ويخوفونك بالذين من دونه. طيب مصدر الخوف ما هو؟ الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك يعني أنا بالنسبة لي عندما أقرأ هذه الآية وأدرك أن الخوف من الشيطان وأستعيذ بالله من الشيطان كل يوم وألتزم بالصلاة والزكاة والعفو عن الناس، ألتزم بالأعمال البر، أعمال الصالحة، بر الوالدين، ألتزم بالصبر الذي أمرني الله به، أنا هنا إنسان قوي جدا، ما الذي يهمني؟ كل مشاكل الدنيا لا تعنيني لأن الله معي. الإحساس بمعية الله أخي الحبيب، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام له موقف عجيب. كان في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمات الرائعة قضت على المخاوف في موقف من أصعب المواقف. الكفار يحيطون بالنبي من كل جانب وليس معه سوى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. عندما أدرك سيدنا أبا بكر شيء من الخوف، ليس خوفا على نفسه بل خوف على هذا النبي الكريم، قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام إذ طبعا هذا في القرآن لا تحزن إن الله معنا. إذن أقوى وسيلة للقضاء على الخوف أن تشعر بمعية الله. موقف آخر، سيدنا موسى وهو في مواجهة أعظم ديكتاتور في التاريخ فرعون، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ماذا قال لقومه عندما قالوا له إنا لمدركون؟ ماذا قال؟ قال كلا أنا لا أخاف، إن معي ربي سيهدين. إذن كلا إن معي ربي سيهدين. أنا أريدك دائما أن تقول هاتين الآيتين القضاء على أي خوف. لا
أولا إن الله معنا، والقضية الثانية كلا سيهدين، والحمد لله رب العالمين.